يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات. اليوم اكلتنا اكله حلو، اليوم خميس لازم اخر هالمساويات نلاقي اكله لذيذه ظريفه نعملها نحن والعائله. لهيك نقيت لكم كيكه سهله كثير وعصير كمان سهل كثير اللي هو عصير المن والسلوى. هلا اول شيء خليني بلش بمقادير الكيكه. هلا هون في عندي 4 من البيض، هون في عندي زبيب، طبعا هي كيكه الزبيب، وهون في عندي سكر كاكاو، وهون في عندي قرفة، وهون في عندي برشة من الليمون. هحتاج كاسة من الحليب مع ظرف بيكنج باودر، ظرف فانيليا، وهون في عندي حليب طحين سكر، وهون هحتاج كمان شي 3/4 من كوب زيت النباتي. هلا مشان الوقت بس حطيت هون عندي البيض. هلا بالنسبة لعصير المن والسلوى ما حفوتكم المقادير مع بعضها، خلينا هلا نشتغل بس بالكيكة. هلا هون الكيك أول شي حطيت هون 4 بيضات، رح أضيف عليهم ظرف من الفانيليا مع البرشة الليمون، وراح اضيف عليه هون كاسه من السكر ونبلش نحرك. هلا انا هوا بقى، يعني انا اذا بتتركوني بالبيت بتركه بصراحه 5 دقائق ينخفق، بس انتم لا، يعني انتم خليكم عم تخفوا، انا ما فيني اخفق اكثر، ما بعرف قديش بده يعطونا المخرج. حنبلش خفق. هلا البيض لازم ياخذ عن جد خفق اقل شيء 3 دقائق، انا هوا مضطره دغري نزل عليه الزيت النباتي، بس انتم بالبيت خلوه اكثر. وهلا حانزل بكاسة الحليب. بس حابه اقول على شغله، الكيك اللي عم مساوي انسوا انه انا عم عملته بالزبيب او بالكاكاو او بالشوكولا او اي نوع، هذا الكيك فيكم تعتمدوه ككيك سفنجي رائع جدا جدا جدا، يعني امشوا على هذا العيار بيطلع معكم الكيك غير شكل. هلا الحقيقة مضيف عندي كاسه من الحليب، حخفق بس ولكن شوي شوي مشان ما يطرطش لبن. هلا هيك الخليط السائل صار عندي جاهز، هلا بدي اضيف عليه الخليط الجاف اللي هو هون عندي كاستين من الطحين. حارجع عيد عيارات الكيك، 4 بيضات، ظرف فانيليا، ظرف بيكنج باودر، عندي كاستين من الطحين، شو كمان قلنا؟ وثلاث ارباع كاسة زيت نباتي وكاسة حليب. هلا اهم شيء الطحين ينخل بالبيض اما بالجاتويات، اما بالعجين ما بيأثر، ولكن بالطحين كثير بيفرق يا جماعة كثير. يعني القوام تطلع كتير ظريفة. وشلون بتعرفوا انه الكيك ناجح؟ متى ما خفقتوا بتلاقوا فيه فقاعات على الوش، متى ما كان فيه فقاعات خلص. بس كمان الضرب للأمانة هو على الفرن، يعني إذا الفرن مو ظريف مفتوح طرفه وكذا ما بيعطيكم النتيجة اللي أنتم بدكم إياها. وبالنسبة لحرارة الفرن دائما دائما 180، بتحطوه من النص تحت بس، من فوق ما منشعل عليه ابدا، الا اذا بحار انا مثلا حسيت انه هو ما اعطاني اللون اللي انا بدي اياه، ممكن شعل عليه بعد ما يستوي، يعني بعد ما اخلص منه ممكن شعل عليه شوي ثواني من فوق، ولكن ما بشعل على الكيكه ابدا بحياتها من فوق. ليه؟ لاني انا لما بدي اعطيه حراره من فوق كاني عم بخبطها لتحت ما بتنفش، خليه ياخذ راحته ويطلع لفوق.
هي مجرد معادلة وجعتني ايدي. وهون في عنا ظرف من البيكنج باودر، هلا حقيم وضيفه. حنرجع نعمل خفقة أخيرة على السريع. وهيك كيكتي صارت جاهزة. هلأ ما بعرف إذا بتلحقوا معي المرحلة اللي بعدها، لأنه بصراحة أنا بدي أحطه بالفرن، بس حأحل لكم شو رح ساوي. كتير سهلة المرحلة يلي بعدها. هاي هلأ رح ورجيكم الكيك كيف طلع معي. طيب هلأ أنا شو بدي أعمل بالمرحلة اللي بعدها؟ ما بدك يا بس كيك سفنجي دغري مثل ما هو، حطيه بورق زبدة. أنا كتير صار عم استخدم ورق زبدة، عم لاقي يعني أضمن من أي شيء، وحطيه فورا بالفرن. ولكن أنا شو اللي هلأ بدي ساوي؟ حطيت نص كمية الكيك هون، بس هي بعد اذن المخرجه بدنا نعملها. بنحط معلقه من القرفه، معلقه من الكاكاو، معلقه صغيره من السكر واللزبيب. هحط 3 ارباع مشان نخلي شوي منه على الوش. شايفين هذا الخليط؟ انا شو رح ساوي هلا؟ رح احط نص طبقه الكيك، بعدين الخليط، بعدين نص طبقه الكيك الثانيه، ورح فوتها على الفرن على حراره 180 وترجعوا لعندي بعد شوي مشان نعمل انا وياكم عصير المن والسلوى. ماشي. شكرا لك. هلا انا بدي اسالكم، بتحبوا المن والسلوى؟ يا الله انا بحبها كثير عن جد. هلا شوفي طعمها يعني ما رهيبه. سامعتها لسه. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك. صباح الخير عن جديد لكل المتابعين اللي ناطرين يشوفوا شو عملنا اليوم. هلا في ناس فتحت التي في، نحن قبل شوي عملنا كيكه، وكيكتي صارت بالفرن على حراره 180، بس بشعل عليها من تحت. حطيت للكيكه، هو فيكم تستخدموه ككيك سفنجي يعني نظامي، 4 بيض، كاسه من السكر، فانيليا، برشه ليمونه، 3 ارباع كاسه زيت نباتي مع كوب من الحليب. هدول كلهم حطيتهم مع بعضهم، وفيكم تستخدموه ككيك اسفنجي يعني 100% ناجح. انا ضفت عليه شغله اللي هي خلطت بصحن الزبيب مع معلقه من السكر، معلقه من الكاكاو، ومعلقه من القرفه، حركتهم مع بعضهم وحطيتهم بنص الخليط، يعني عبيت الخليط بعدين نص الخليط بعدين نص الثاني، وصارت عندي كيكتي بالفرن تقريبا بتاخذ معي 40 دقيقه. رجعتوا لعندي، اكيد ما حنطلع الكيكه من البراد، بنعمل شغله لذيذه خفيفه وطيبه، وبلشت الدنيا تجي على صيف. اللي بيحب المن والسلوى، هلا انتم دائما عم تدعوا لي بس على هي الوصفه، رح تدعوا لي من صمصمه القلب هي اللي جوا، لانه فعلا من اطيب العصائر اللي ممكن تشربوها بالصيف. اجاكم ضيف على غفله كذا، مقاديرها حتى كثير 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 سهله، وبتاخذوا طعمه المن والسلوى بطريقه كثير كثير طيبه ولذيذه. هلا هون اول شيء رح اسكب عندي كاستين من الحليب. يا حذركم ليش تغير صوتي هيك فجأة؟ أكلت شقفة موزقة مدري وين علقت بحلقي. هاي كاستين من الحليب، بس طيبة الفانيلا عن جد طيبة. حضيف معها موزتين. عن جد سكرنوا الشاشة إذا طلعت معكم المقادير مشان دائما ترجعوا وتعيدوها. هي موزة وموزة تانية. طب كمان فيكم موزة وحدة ما بيقسى. لاحظتوا كلهم عم حطهم مع بعضهم. هون رح احط 10 حبات من هي بدكم تجيبهم من المحمصه، 10 حبات هي اللي بتعطيني طعمه القويه للمن والسلوى من القهوه الصحيحه. حورجيكم اياها هيك بتجي، بتاخذوها من عند المطحنه حصرا، بتقولوا له بدي 10 حبات، يعني طبعا حسب الكميه انتم بدكم اياها. انا هلا عم بعمل تقريبا لاربع اشخاص، هي 1 2 8 10 وهي 12 هيك مثل ما بيقولوا على البركه. وهون في عندي 8 حبات، هي لا تحاولوا تكتروا، هي يعني 10 او 12 قهوه، وهون عندي 8 حبات، هي 4 وهي 4 وتسع. يلا انا ما بقدر ما احطها هي الطبشه الاخيره. هلا هون في عندي الفانيل. هلا في عندكم حاله من اثنين، اذا انتم حاطين الفانيل وما بتحبوه حلو مثلي انا، مو لاني انا، مو قصدي على حالي، قصدي على العصير، انه اذا كثير ما بتحبوه حلو فيكم ما تضيفوا السكر. حبيتوا شوي دلع زياده بتحطوا سكر، انا لحالي ما رح احط سكر. بكفي 3 طابات من الفانيل، 1 2 وهي 3، هن كانوا 4.
وهيك صار معي عصير المن والسلوى جاهز لحتى يروح على الخلاط وورجيكم القوام اللي بجنن اللي حيطلع منه. يلا شفتوا هالوصفة السهلة جدا ودغري صارت، وغير هيك هي عن جد كثير طيبة، بس حابة اورجيكم اياها. رح اسكبها هون بالابري. شوفوا هي، هذا هو عصير المن والسلوى، جدا 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 رائع. انا بصراحة إذا جعبالي حليب ومع، يعني انا اساسا من الناس اللي ما كثير بحب الحليب، دائما بجيب معه حبات من القهوة وبطحنها معه، بتعطي طعمة كثير طيبة، مو بس قهوة مفروطة، مع الخلاط وشوي من البوظة أو الفانيل بتعطي كثير طعمة طيبة وكثير لذيذة. شكرا كثير. هلا بدي ذوقكم منها هلا هي. اوكي يعطيك العافيه يا شيخ. اهلا وسهلا. يا صباح الخير عن جديد. وهيك صاروا اكلاتي بشكلهم النهائي. عصير المن والسلوى يشرب بارد لانه بقلبه شوي من البوظه الفانيل، بقى لازم يضل محافظ على بروتو، يعني اذا عندنا ضيوف بنخفق فورا بنشربهم، او بعدين اذا خفقنا ما مشكله بنحطه شوي ب صحة يا شيخ. إذا أكلتي من الكيك معناتها تشردقتي لأنك أكلتي قبل ما تطعمينا. أكيد. أو عين شيف، لأنه ما شاء الله الكيك رافخ والشراب كثير طيب، على أساس بدك تذوقينا يا راح علينا. يلا مو مشكلة شيف، صحتين. أنا شو صار؟ جايبة جوز قام أكلت حبة علقته. بخلي العادة شيف تذوقي من كل شغلة واحدة واحدة بيمشي الحال. المهم هي كيكتي صارت جاهزة وجاي فيها لعندكم. يعطيكي ألف عافية شيف. حقطعكم إياها بس شوفوا من جوا معلقة إذا بس يلا. مجاعة شايفة كيف نفاش طلع بياخذ العقل. طبعا هذا بيشبه، يعني فينا نقول شوي انه بس مثل الامريكانة تقريبا، هذا مشتري جاهز هيك تقريبا، طعمته كيكة الكيكة الطيب. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيكم. شكرا كثير لك. يا هلا.